وانا من فترة كنت يعني في حالة غضب شديدة بسبب ابني، وللأسف دعيت عليه ساعتها في حالة الغضب دي. ده بعد سنين من معاناة معاه، يعني أنا بعاني معاه بقالي كتير جدا، وفي اليوم ده هو سرقني، فأنا دعيت عليه. بعد ما دعيت عليه يعني رجعت هديت تاني وقمت صليت ركعتين ودعيت في الصلاة، بس يعني ما دعيتلوش، أنا دعيت في الصلاة إنه يعني يا رب أنا تعبت خلاص وليس لها من دون الله كشف. ده دول الدعائين اللي أنا كنت بدعيهم في الصلاة. فالولد حصلت له في نفس اليوم، حصلت له إصابة كبيرة جدا، ويعني الحمد لله يعني هو تعافى بس سايباله آثار يعني. فهل سؤالي، هل الدعاء وقت الغضب لو أنا في حالة غضب شديدة الدعاء ده ممكن يستجاب، ممكن ربنا يستجيب للدعاء ده، وهل أنا السبب في اللي حصل له؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فرب العزة يقول: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. فمن رحمة الله بنا أنه سبحانه لا يعجل لنا الإجابة إذا دعونا على أنفسنا بالشر أو على أولادنا بالشر، ولكن أحيانا قد يستجاب. فالولد الذي ذكرت من أمره ما ذكرت أنك تعبت معه كثيرا، فالمعاصي معك منذ زمن وعقوقه لك منذ زمن، صادف الدعوة فقد تكون استجيبت الدعوة، لكن عموما أنت لست بآثمة فيما صنعت، لكن الأفضل ألا ندعو على أبنائنا عموما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أولادكم، لا تدعوا على مواشيكم، لا تدعوا على أموالكم، لا تدعوا على خدمكم، لا توافقوا من الله ساعة فيها يستجاب الدعاء فيستجاب لكم. فالله أعلم هل كانت الإجابة لعقوقه السابقة، أو كان الانتقام لذنوبه السابقة، أم للدعوة التي صدرت وقت غضب. لكن عموما إذا دعونا وقت غضب لنا أن نتراجع عن الدعاء. التراجع عن الدعاء له أدلة كثيرة. هب إن أنا أخطأت ودعوت على ابني، وبعد ذلك ترى بدا لي أنني أخطأت في الدعاء عليه. فالرسول محمد صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني بشر أغضب كما يغضب البشر، أيما مسلم دعوت عليه لعنته سببته فاجعل ذلك طهرة له يا رب. ونوح لما دعا لابني دعوة وعوتب قال: رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. فيجوز التراجع عن الدعاء وله أدلة، والله أعلم.